معي في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، والكلام عن مباراه السوبر المصري. كابتن سيد، يعني نشوه الفوز والدفع المعنوي على مباراه القمه، لكن استعداد لمباراه السوبر، كيف هذه الاجواء ومتابعه الفريق في هذه اللحظات؟ الحمد لله. طبعا كان وصلنا امبارح، النهارده كانت اول تمرينه لينا، بالتاكيد يعني مباراه مهمه وبطوله في مباراه وبطوله في يوم يعني، فان شاء الله الرحمن باذن الله نكون محضر لها كويس، ويكون عامل التوفيق باذن الله وعنصر التوفيق معنا في المباراه باذن الله. عارف ان هيبقى في جمهور كتير قوي في الاستاد، وعارف كويس قوي ان في جمهور اكتر متابعنا في مصر ان شاء الله الرحمن، وباذن الله نرجع بالكاس باذن الله. نشوة الفوز على القمة، أنا عارف الجهاز بيفصل وبعد المباراة قفل صفحة الزمالك، لكن دفع معنوية مهمة قبل مباراة السوبر كمان، رغم أنها بطولة كمان هتبقى مهمة للفريق. كويسة طبعا وكل شيء، لكن في نفس الوقت خلاص الموضوع كان امبارح، ده بتاخد منه عشان تتعلم لبكرة، لكن في امبارح يعني راح بكل ما فيه يعني، بحلو ومر يعني. فعندنا مباراة مع فريق مصر طبعا ماشي بشكل كويس في الدوري، عندها عناصر كويسة، ضمت كمان في يناير عناصر، فإن شاء الله نكون موفقين في التعامل مع اللقاء، ويكون بإذن الله عندنا دوافع اكتر بكتير من المصري، لكن في نفس الوقت يبقى احدث اللقاء وظروفه، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في اللقاء باذن الله. طيب كابتن سيد، حاله الفريق، محتاجين نطمن منك على حاله الفريق، يمكن ده اول تدريب للفريق بعد مباراه الزمالك، وكان في ريكفري للمجموعه الاساسيه والمجموعه الاخرى، خدت تدريب كبير. طبعا يعني يمكن الفتره الزمنيه قليله، بتلعب يوم 8 مع الزمالك، وبتلعب يوم 12 في بطوله مع المصري، فبره كمان مصر يعني، بالتاكيد فتره زمنيه قليله، لكن بتتعامل مع الموقف ومع الواقع، وزي ما قلت يعني ان شاء الله الرحمن اللعيبه بتاعتنا بتعرف تفصل كويس قوي، بتعرف يبقى عندها يعني دوافع وفصل ما بين البطوله والثانيه وما بين المباراه والاخرى، ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون محضرين كويس، ونكون ندخل المباراه بشكل كويس، والمباراه اللي هي بتبقى بطوله في مباراه ديت في يوم واحد بتعتمد الظروف واحداثها يعني، فيا رب الظروف تكون معانا والاحداث تكون مساعدانا، ويا رب كمان ان شاء الله الرحمن نرجع بالكاس باذن الله تعالى. فكرت انك تقعدوا في معسكر هنا في العين على طول اول ما تيجوا من ابو ظبي، ما تقعدوش في ابو ظبي وتيجوا على ليله المباراه على العين؟ كان وضع طبيعي يعني، انت لاعب يوم 8 مع الزمالك وسافرت تاني يوم على طول، فبتحاول ان انت توجد الراحه الاكتر للفرقه والاحسن للفرقه في ظل الظروف الموجوده يعني، انت مش جاي فتره زمنيه بعيده او كبيره، فتقدر ان انت تعسكر في مكان، وقبل قبل المباراه ب 72 ساعه او 48 ساعه تروح معاك المكان التاني، ده هي ما بين المباراه والمباراه ما بين ال 8 و 12 هم 72 ساعه، ما فيش اكتر منهم يعني، فلازم تاخد اكبر فتره راحه او اكبر قدر من الوقت في البلد او في المكان اللي هتلاقيه في المباراه يعني. في اجتماع فني للمباراه كابتن سيد، تنظيم التدريبات، ملعب هزاع، الاهلي طبعا امبارح، وبنشكر الناس كلها المسؤوله هنا يعني، التنظيم على اعلى مستوى، وكان يعني الجدول زي ما احنا حاطينه والبرنامج التدريبي زي ما حاطه كابتن حسام بننفذه يعني. الحمد لله المجموعه اللي موجوده معانا هنا في العين هي المجموعه اللي موجوده في المباراه، في اضافات مؤمن زكريا يلحق بالباس، لكن في اضافات ممكن تيجي الفتره الجايه، ولا المجموعه اللي موجوده بس؟ المجموعه دي ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها باذن الله. متفائل؟ ان شاء الله الرحمن يعني، دايما يعني انت كل اللي تقدر توعد بيه وان انت ما تبخلش بنقطه عرق واحده يعني. شكرا كابتن سيد.